الكرام، حلقة جديدة من جيل المستقبل. كتير من شبابنا صانعي بطولات، محققين نجاحات وإنجازات في الكثير من المجالات. دورنا في جيل المستقبل إننا نلقي الضوء على هذه الأبطال وهذه النماذج المتميزة. وهذه الحلقة من جيل المستقبل، خليكم معنا واللي هنبدأها بعد الفاصل. برحب بكم مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا في بداية الحلقة احنا هنتكلم عن شباب ونماذج استطاع ان هو ينجح ويحقق بطولات. الحقيقة لما بندور في الملف ده بنلاقي ان في مصر الحقيقة غنية بالكثير من الشباب اللي قدروا يحققوا الانجازات متعددة في مختلف الأصعدة. عبد الرحمن سامح احد هذه النماذج اللي حقق بطولات كثيرة جدا ما شاء الله، مش هنحسده يعني، نعرف البطولات دي من خلال هذا اللقاء. اهلا بك عبد الرحمن معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. في البداية تقول لي أنت، يعني أنا عارفة أنا خدت أكتر من ميدالية، كلمنا عن بطولاتك بقى في مجال السباحة. أنا يعني أكبر إنجازاتي حالي لحد دلوقتي بطولة عالم السنة اللي فاتت، سابقة بطولة عالم. السنة دي فضيت دورة ألعاب بحر أبيض متوسط، ثلاث ذهبيات دورة ألعاب أفريقيا ناشئين، ذهبية بطولة أفريقيا عمومي، برونزية 50 متر حرة أولمبياد الشباب في الأرجنتين بفرق 10 أجزاء عن الأول من الثانية. بس هي دي إنجازاتي لحد دلوقتي يعني. ما شاء الله، ده كتيرة جدا يعني. طبعا أنت بفضل الرياضة دي كمان، أنت مش بس حياتك مقتصر على الرياضة، ده ساعدك في أنك كمان تكمل كاريرك التعليمي أو مجالك التعليمي بشكل ملائم ليك. نحكي للمشاهدين إيه اللي حصل بالظبط. في دول زي امريكا بالظبط بتدي سكولرشيبس للسباحين، ان هم المتفوقين رياضيا، او مش بس السباحين، اي حد متفوق رياضي بتدي له فرصه ان هو يتعلم على حساب الجامعه ويتمرن على حساب، وياكل ويشرب وينام وكل حاجه بتبقى على حساب الجامعه، بسبيل بس ان هو بياخده زي نقدر نقول اعاره لمده 4 سنين بيلعب باسم الجامعه، وهو برده ممكن يلعب باسم المنتخب بتاعه عادي. ممكن يشارك في المنتخب وقت الطلب او وقت الضروره، لكن كمان بيلعب في المكان اللي هو بينتسب ليه تعليميا. دي حقيقه بالظبط، بتلعب باسم الجامعه في لان الرياضه بره في امريكا بالذات مدارس وجامعات اكتر ما هي نوادي واتحادات والحاجات دي. بس فهي انا قدمت، طبعا كنت احنا بنراسل المدربين الجامعات كتير جدا، فالحمد لله ربنا وفقني ان في مدرب من اقوى مدربين الجامعات في امريكا اعجب بيا وحس ان انا عندي بوتنشال لقدام، مش بس ان انا هو شايف مش بس دي نهايتي، ان انا ممكن اعمل حاجات احسن من كده بعدين، طبعا انا بطمح لكده. فربنا وفقني واداني سكولرشيب 100% فول. طبعا مش كل الناس بتعرف تاخد 100%، فدي حاجه انا بحمد ربنا ان انا لقيتها فعلا. بس لكن انا يعني شاكر جدا ربنا ان انا بلعب رياضه عرفت تخليني هتعلم احسن تعليم وهاكل احسن اكل وهعيش في احسن عيشه. ده بيخلي يعني شويه مفهومنا ان الرياضه بتضيع وقت الطلبه، لا ذاكر ركز في مذاكرتك اكتر، يعني اسر كتيره الحقيقه بتكون مركزه في الموضوع ده اكتر من فكره انك تركز في لعبه، شايفين في الاول والاخر دي لعبه، لكن المهم التعليم. يعني ده ما حصلش تعارض في حياتك وانت نموذج واضح لده؟ لا، هو حصل تعارض طبعا. يعني انا طبعا من غير الرياضه كان زماني شخص ناجح جدا في الدراسه، لان انا مش هيبقى رايح، بس انا احب ابقى شخص ناجح في كل حاجه. فطبعا مع مشاكل احنا في مصر الموضوع بيبقى صعب جدا انت توفق بين الرياضه والتعليم، ده لان الترانسبورتيشن، دروس المدارس يعني صعب مثلا تلاقي مدرسه يعني بتقدر. بس في ناس شاطرين هنا وهنا يعني بتحصل يعني. طبعا طبعا بتحصل، بس ما يبقاش سوبر هنا وسوبر هنا، ما فيش يعني، ما تعيش هنا ممكن تكون حياته الاجتماعيه صفر، هو مثلث ما حدش بيعرف يجيب الثلاث دول فيه، يعني ان انت حياتك الاجتماعيه وحياتك الرياضيه وحياتك التعليميه ما بتعرفش تبقى الثلاثه سوبر ستار فيهم. بس انت قدرت تبقى سوبر ستار اهوت في الرياضه، وبرضه هتعمل كمان في التعليم في حاجه انت حاببها في مكان في الولايات المتحده الامريكيه، برضه يعني دي فرصه مش بتيجي لكل الناس يعني. طبعا دي فعلا فرصه ما بتجيش لكل الناس، فانا بشكر ربنا عليها، ربنا يدعني يعني. تمام. عبد الرحمن، يعني من بداية خالص لما بدأت انك انت تلعب رياضة او كده، اكيد كان في يعني في الاول صعوبات انك انت تلتزم بالتمرين، بس هل كان عندك تصور انك ممكن تكون بطل، ممكن تحقق بطولات، او يعني كنت متخيل انك ممكن توصل لده؟ طبعا كنت بنفسي، بس ما كانتش عندي يعني ما كنتش شايف اي امل ان انا هبقى كده يعني. اي حد نفسي اجيب ميداليات ونفسي اجيب ميدالية ذهب الكلام ده كله، بس انا ما كنتش شايف اي امل في ده في الاول يعني. انا قعدت يا
يعتبر مثلا أول 3 4 أو 5 سنين مثلا من حياتي في السباحة ما بحققش حاجة يعتبر. وبالظبط في خلال السنتين اللي فاتوا أنا الكيرف بتاعي عالي جدا وبقيت من أحسن 70 في مصر ويعتبر من أحسن 70 في العالم في الناشئين يعني. الجو بقى العام اللي بيراعي ده علشان تقدر انك انت تكون من احسن السباحين في مصر او في العالم، اكيد في محددات معينة طبعا، دعم الاسرة من جانب، المدربين والنادي من جانب تاني. طبعا انا مدربي بيدعمني دعم 100% بجد، هو يعني لدرجة ان انا ساعات طلعت قبل كده في انترفيو من الانترفيوز قلت ان انا بسميه بابا، ان هو بجد هو متبنيين من سنتين بالظبط، ما بياخدش مني فلوس في التمرين، ممكن يكون شبه مؤخرا بيصرف عليا ساعات يعني، على طول مع بعض في كل حاجة، على طول خدنا طباع بعض، فهو دايما بيسبورت مي، فاللي هو انا مش ما عنديش حاجة ان انا اعمل حاجة وحشة يعني، ما عنديش ان انا ما احسنش في التمرين وما احسنش في سباقات. عبد الرحمن، في رأيك ايه الصعوبات اللي ممكن تقابل اي شاب عشان يحقق طموحاته؟ تبقى عندك مجموعة من الطموحات في بداية حياتك، طموحات مهنية، متخيل لما اكبر هشتغل ايه او مخلص هشتغل ايه، طموحات طبعا على الصعيد الرياضي يعني. هما حاجتين متهيألي أو 3، توفيق الدراسة مع ال لأن كله في الآخر يقولك أنا هاخد إيه من الرياضة في الآخر، مع إن هو ممكن ياخد، فيقولك أنا هركز في دراستي عشان لما أكبر أشتغل وأعرف أتجوز وأبني مستقبلي والكلام ده كله، دي حاجة. تاني حاجة المجتمع، أنا عبد الرحمن سامح بطل العالم في السباحة أهلا وسهلا، يعني ما بيبقاش فيه ريكوجنيشن زي مثلا لعيبة الكورة ولا حاجة. علشان اللعبة نفسها شوية ما بيبقاش ليها الشعبية والجماهيرية في رأيك؟ مش اللعبة، كل الألعاب الفردية متهيألي نفس الحاجة، فالمجتمع نفسه بيبقى اللي هو أنت بتلعب سباحة فن يعني، أو أنت بتلعب رياضة عامة، فأنت برضو مش شخص ذو أهمية في المجتمع بالنسبة لهم يعني. ده أكتر شيء أنت شايف إن هو محبط؟ طبعا ساعات بيبقى عامل الأسرة يعني، أنت هتضيع مستقبلك، أنت بتضيع وقتك في التمرين، بتضيع وقتك في البطولات الكلام ده كله. لا عارف، عاجبني ان كلامك حقيقي قوي ومر على اذهاننا كلنا يعني، كلنا مرينا بالموضوع ده. طب ازاي بقى نقدر ان احنا ناخد الجانب الايجابي بقى، ازاي ان احنا نتغلب على ده؟ هل لما يكون عندي هدف انا ها دايما ليا يعني باخده دايما حافز، ان هو مثلا لما حد يقول لي انت بتقعد تضيع وقتك وفي الاخر مش هتوصل لحاجه، لا انا باخده حافز، طب تعالى انا هوريك انا هوصل لايه، انت بتضيع وقتك في الدراسة ومش تفلح في اي حاجة، طب تعالى وريني انت دخلت جامعة في مصر، انا ما بزمش في تعليم مصر، بس هي تعليم مصر حاليا احسن جامعة ممكن تكون بعد ال 500 وحاجة، انا دخلت جامعة من احسن 100 جامعة في العالم، انت عملت ايه بالدراسة اللي انت ركزت فيها، انا عملت حاجة بالرياضة اللي انا ركزت فيها، كل ده حاجات انا باخدها نوع من انواع الحافز اكتر ما هي نوع من انواع انها احباط. انا بشكرك يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا على تشريفك لينا في جيل المستقبل، طبعا ان شاء الله اتمنى مزيد من الميداليات ونسمع عنك كل خير بقى هناك يعني. باذن الله، شكرا جدا. مكملين معاكم مشاهدينا الكرام حواراتنا ونماذج متميزه ناجحه، هنعرف بعد الفاصل نموذج جديد، خليكم معانا. برحب بكم مرة تانية ومعانا بطلة من بطلات مصر ساندرا سمير، هنتعرف على قصتها والحقيقة يعني نموذج أكثر من رائع، قدرت تحقق العديد من الإنجازات ورفعت اسم مصر في الكثير من المحافل الدولية. أهلا يا ساندرا. أهلا بحضرتك، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي، وتعرفينا بقى الأول، نعرف السادة المشاهدين أنت بطلة في إيه بالظبط؟ أنا ساندرا سمير، بطلة مصر وأفريقيا في التنس، التنس الأرضي. بس حققتي كام بطولة واشتركتي في ايه؟ نحكي اكتر. انا بلعب تنس من عندي 5 سنين، طبعا لعبت بطولات كتير جدا وحققت بطولات كتير يعني، عشان هنتكلم طبعا محلي ودولي، وصلت 13 عالم في ناشئات وناشئين، لعبت جراند سلامز، رولان جاروس، ويمبلدن، يو اس اوبن 3 4 مرات، رفعت علم مصر في اولمبيات الناشئين في نانجينج 2014، وحاليا بلعب بروفيشنال، بلعب بروفيشنال احترافي يعني، احترافي، بلعب احترافي، ورانكي 320 من اول سيرينا ويليامز وكده، بس اتس ا وركينج بروسيس يعني. شغاله على الموضوع يعني. بالظبط، شغاله على الموضوع وبس. ساندرا، يعني فكره انك انت دخلتي التنس من وانت عندك 5 سنين، مجرد طبعا الاسره بتهتم يلا ادخلوا يا اولاد العبوا كده، لكن انت اخذتيها علشان تعملي بطولات، هل ده كان من البدايه هدف
والهدف ده كانت الاسره هي اللي اختارته لك فانت كملتي عليه، ولا لا ده الموضوع جه معاكي بالصدفه والنجاح كان طعمه حلو فكملتيه؟ حلوه الحته دي. انا ابتديت عندي 5 سنين، اختي كان عندها 8، هي اللي ابتدت اصلا تنس. اختي لعبت العاب العالم كلها تقريبا، فهي في الوقت ده لعبت تنس يعني. فانا ابتديت تنس فعجبني بقى ايه الوان المضرب والوان الكور واللعب والحاجات والجري وكده، فابتديت فكملت. اختي بطلت بقى وهي عندها 12 سنه وانا كملت بقى، لان الموضوع انا بالنسبه لي ادرينالين عالي، فالموضوع بالنسبه لي عجبك بشكل اكبر يعني. عجبني كومبيتيشن وعجبني المسابقه وعجبني الصراحه الدنيا كلها. وطبعا زي ما انت قلتي لما بتلعبي وبيبقى في نجاح والحمد لله يعني، لما بتحس ان انت موهوب او تالنتد في حته. طبعا مينلي بابايا او اهلي يعني، بس مينلي بابايا هو اللي شايف الموضوع ده من وانا صغيره، وهو اللي هو شجعني جامد جدا، هو اللي سفرني اول بطوله ليا وانا صغيره على حسابه الخاص وكده عشان يشوف انا فين. خافش عليكي بنت وصغيره ومسافره، وبالعكس هو اللي بتقولي على حسابه الخاص يعني انت بتكلفيه وهو مش مضطر لده، خافش عليكي؟ هقول لك حاجه. انا بابايا اول بطوله هو سافر معايا، كان عندي 11 سنه ونص طبعا، فهو سافر معايا. بعد كده لعبت بطوله افريقيا اللي هي تحت 14، كان لسه عندي 12 سنه، اخدت البطوله. فجالي منحه من الاتحاد الدولي ان انا اسافر زي تور كده في اوروبا 8 اسابيع، واسبوع تاسع اللي هو بتاع كاس العالم، كنا بنلعب كاس العالم 14. فانا وشروط التور ده او البجراند ده ان انت ما ينفعش حد يطلع معاك، ما ينفعش اهلك، انت بتطلع مع مدرب من الاتحاد. اول مره بقى تنفصلي عن اهلك، ماما وبابا، وانا لوحدي. ده كان اول مره اسافر بقى لوحدي خالص، وتاني سفريه ليا، فالموضوع جه اللي هو صدمه كده على طول. بعد بطوله افريقيا فسافرت 8 اسابيع. وزمان انا مامتي برده من الامهات اللي هي ما دخلتش التكنولوجي في، يعني هي شي بليفز او هي مؤمنه ان مش هدخل تكنولوجي، مش هسافر بنتي بتابلت ولا ايفون ولا لسه ما يعني كده. فكنت مسافره بنوكيا سنيك، عارفه الحاجات دي، فاللي هو لا الموضوع كان متعب. فبالنسبه لي طبعا انا مسافره لوحدي كان مرعب، بس بيعلم ديسيبلين، بيعلم احتراف، بيعلم ان انت مسؤول عن نفسك، اكلك شربك، الحاجات اللي انت متعود ان ماما على طول بتعملها، ماما على طول مجهزه حاجه، مجهزه اللبس. لا انت خلاص بقى من ساعتها تقريبا دي كانت الفرقه، ان هي اللي اسست فيا خلاص يعني. قدرتي انك تعتمدي على نفسك وتحسي ببعض الاستقلاليه وانك انت مسؤوله عن كل حاجه انت بتعمليها؟ طبعا، والصح والغلط يعني، انا مسؤوله عن الغلط حتى وعن توابع الغلط، ايه اللي هيحصل، هيحصل لو عملت غلط كذا. فانت لا انت عينك تتفتح كمان على حاجات كتير قوي، فلا طبعا اكسبيرينس وخبره جامده جدا يعني. ترى يعني ساندرا، سوري، انت عارفه طبعا ان السؤال الطبيعي والتقليدي تقول لك طب ده اثر على المذاكره، اثر على المدرسه، اثر. بصي هقول لك حاجه، انا كنت مدرسه كمان شديده قوي، مدرسه راهبات، فشديده قوي في المواعيد والاتندنس والحضور وكده، بس هم كانوا متفهمين جدا يعني بجد فوق الوصف. طبعا لما دخل الموضوع في ثانويه عامه الموضوع كان صعب، لان التنس كمان انت بسافر كتير قوي، لما بتبقى بروفيشنال بتسافر كتير قوي، بتسافر اكتر من 30 اسبوع في السنه، فصعب قوي. فابتديت رحت في هاي سكول او في ثانويه عامه، عملت في امريكا اونلاين، فان انا اقدر وانا بسافر اقدر ابقى بدرس في نفس الوقت. وطبعا لما دخلت جامعه دلوقتي طبعا مساعده جامده جدا طبعا من هنا. فلا يعني هو طبعا كان صعب، فلو انت تخلص مدرسه وبعدين لانش بوكس في العربيه بتاكل عشان تروح تلعب تمرين مثلا بعد نص ساعه، فانت بتاكل في العربيه، تغير في العربيه. مبسوطه ولا كانت معاناه؟ لا كانت احلى ايام حياتي، احلى ايام حياتي بجد، اكشن كده فاهمه، اللي هو مش بس بخلص مدرسه وبعدين تخلص بقى تمرين، تروح تعمل هوم ورك وتنام، وتصحى الصبح تعمل نفس الحاجه، تصحى ساعه بدري عشان تعمل مثلا تجري او تعمل حاجه، بعدين تروح المدرسه. وبعدين خلاكي تحسي ان انت حد متميز، ان انا ام اتشيفينج سمثينج، انا بعمل حاجه وبعمل حاجه بحبها، والحاجه دي كاريري وشغلي، ودلوقتي تيرند اوت انت بي شغلي. بس بالظبط ده اللي عايز اسالك عليه، انت عايزه ايه المره يعني الفتره الجايه ان شاء الله، اللي انت بتطمحي لتحقيقه؟ هو احنا طبعا يعني الجول الجاي ان احنا نروح طوكيو 2020 ان شاء الله، والبطوله مؤهله في شهر 6 الجاي 2019، فده الجول القريب. والجول الكبير طبعا ان انا اخش توب 50 في الكبار يعني، وان شاء الله يعني. ان شاء الله وهنبقى معاكي ونشوف انجازاتك ونجاحاتك، انت فتاة متميزة جدا، ومزيد من التميز والتفوق، ونموذج فعلا مشرف لجيل المستقبل. شكرا جزيلا لك يا ساندرا. ميرسي جدا، شكرا. كملين معاكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونستكمل حواراتنا، خليكم معانا.
مكملين معاكم في حلقه الابطال، ومعانا هاديه حسني البطله الاولمبيه في الريشه الطايره، وكمان من المنظمين في منتدى شباب العالم. كنا حريصين طبعا اثناء وجودنا في المنتدى اننا نلتقي بها كنموذج متميز في جيل المستقبل. اهلا بيكي هاديه. اهلا بحضرتك، ازيك؟ يعني في البدايه نحكي للساده المشاهدين، انت بطله العالم، بطله افريقيا في الريشه الطايره، وعارفه انك خدتي اكتر من بطوله، نتكلم عن البطولات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني انا اول لاعبه مصريه وعربيه وافريقيه تلعب 2 اولمبيات، وكسبت الحمد لله اول راوند في اولمبياد بكين 2008، وتاهلت كاول افريقيا في لندن 2012، وبطلت افريقيا والعرب، ولعبت بطولات دوليه كتير، والحمد لله فزت بميداليات اول وتاني وتالت في بطولات دوليه كتيره. ده بالنسبة لريشة الطايرة. بالنسبة للدراسة، أنا مدرس مساعد فارماكولوجي في الجامعة البريطانية، وبعمل دكتوراه في جامعة القاهرة، وطبعا ده شيء يشرفني جدا أن أنا أكون من ضمن منظمين تبع البرنامج الرئاسي في منتدى شباب العالم. خلينا نقف عند منظمين للبرنامج الرئاسي لمنتدى شباب العالم. الحقيقة أن من خلال متابعتنا للبرنامج، كل الشباب اللي احنا قدمنا او اتكلمنا معاهم كلها نماذج منتقاه، وكلها نماذج متميزه جدا، وشباب فعلا يعني واجهه مشرفه لمصر. نتكلم شويه عن يعني عملك في هذا المجال وطبيعه المهام اللي بتقومين بيها. حاليا احنا في منتدى شباب العالم، انا يمكن الجروب اللي انا موجوده فيه من منظمين الماراثون والثياتر واي ايفنتس، فبما اننا رياضيه فمينلي في الماراثون يعني، والحمد لله قدرنا ان احنا نجيب اكتر من 36 بطل رياضي يشاركوا في الماراثون، او يعني جاريه من اجل السلام مع السيد الرئيس والوزراء وكبار رجال الدوله. وطبعا معانا يمكن لاعبين لسه جايبين ميداليات في اولمبيات الناشئين الاسبوع اللي فات، ويعني شيء مشرف جدا وحاجه مشجعه طبعا جدا لجميع الرياضيين ان هم يبقوا في منتدى شباب العالم، لان ده متهيالي حلم الرياضيين كلهم. انا يمكن شاركت في الماراثون ده السنه اللي فاتت، فكنت يعني كان مدعوه، وفي برضو مؤتمر شباب العالم، مؤتمر منتدى الشباب اللي هو كان السنه اللي قبل اللي فاتت في 2016. فيعني هي اكسبيرينس مختلفه، ان انا المره دي مش مدعوه، ان انا من ضمن المنظمين، فمتهيالي خبرات اللي انا اكتسبتها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، بحاول ان احنا نتفادى اي اخطاء كانت موجوده، وان الشباب كلهم يعني يستمتعوا ويستفيدوا من منتدى شباب العالم. ده بالنسبة للأهداف الأساسية للمنتدى، واللي بتتفق طبعا مع الأهداف الرئيسية اللي بيطمح لتحقيقها السيد الرئيس والقيادة المصرية. وإحنا لمسناه الحقيقة من خلال مشاركتنا داخل المنتدى، سواء في ورش العمل أو حتى في روح الشباب اللي موجودة ومشاركة يعني. لكن لفت نظري كمان فكرة أن تجمع هذا العدد الكبير من الأبطال، أنتوا كنتوا حريصين أن أنتوا فعلا تجيبوا نماذج، وكأنكم بتبعتوا رسالة للعالم كله لتميز مصر وأبناء مصر في مختلف المجالات. طبعا، واحنا كمان مش عندنا ابطال اولمبيين وابطال عالم، احنا كمان عندنا ابطال بارالمبيين من ذوي الاحتياجات الخاصه ومن الاولمبيات الخاص، يعني احنا عندنا في مشاركه الحقيقه من جميع الفئات، وكلهم ابطال، ويمكن ذوي الاحتياجات الخاصه كمان ليهم دور يعني اكبر بكتير من اي حد. معانا من ضمنهم يمكن متولي مطحانه صاحب 5 ميداليات بارالمبيه، وشيماء سامي، والشريف عثمان، وابراهيم حمدتو، غير لاعبين تانيين كتير من ابطال افريقيا زي ياسمين عيسى، ويعني كلهم نماذج الحقيقه مشرفه جدا، واشتراكهم السنه دي مش بس معانا في الماراثون، لا اشتراك كمان في ورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي معموله على هامش المنتدى. هرجع بقى ليك انت كهاديه، بتحضري دكتوراه وما شاء الله تخصصك فارماكولوجي، برضو ما هوش تخصص سهل من التخصصات الجديدة واللي بتحتاج ناس كمان يعني ليهم فكر بايونيرز او يعني رواد في مجالات معينة، علشان تقدروا ان انتوا تبقي مع العصر او up to date زي ما بيقولوا. ازاي الدراسة ما عطلتش الرياضة، ولا الرياضة عطلت الدراسة، بالذات ان كان معنا لقاء في اول حلقة لاحد برضو الشباب المتميزين في مجال رياضي، لان هو شايف ان لا، مش بالضرورة يكون متفوق هنا ومتفوق هنا الا لو حد يعني متميز جدا زيك.
هو اكيد هو طبعا متميز جدا وممكن يكون متميز عني كمان، بس المهم اللي بيعمل حاجه يكون بيحبها، فلو الواحد مش حابب العلم اللي هو بيحبه مش لازم يكمل فيه. لكن الحمد لله انا كان يمكن كانوا اهلي بيشجعوني ان انا افضل مكمله في العلم والرياضه وما مجيش على حاجه على حساب حاجه تانية. كنا بنسجل حتى دروسنا في شرايط كاسيت ونسمعها واحنا في العربيه رايحين جايين في الطريق من التمرين ورايحين. يعني مامتي الحمد لله كانت هي علمتنا كده، فاحنا فضلنا ماشيين على نفس النظام. يمكن اختي كمان كانت بطلة افريقيا في الجمباز الايقاعي. الحمد لله قدرت ان انا اتخرج من صيدلة عين شمس واعمل ماجستير ميديكال بايو كيمستري في جامعة باث. والحمد لله مكملة في الدكتوراه. يمكن انا واقفة اليومين دول بسبب التنظيمات بتاعت المنتدى، لكن ان شاء الله اول ما اللود يقل ان انا ارجع تاني اكمل في الدكتوراه بتاعتي واقدر ان انا انجز فيها ان شاء الله. يعني هدفي ان انا قبل طوكيو 2020 ان شاء الله اكون مخلصاها. في مجموعة من الاهداف احنا بنبقى حاطينها في حياتنا، لأي مدى هذه قدرت تحقق جانب كبير من الاهداف دي؟ والله احنا الحمد لله يعني على كل حاجة قدرت اتليست ان انا اعمل ماجستير في دراستي، وان انا يعني اروح 2 اولمبياد. انا كان حلمي اروح اولمبياد واحدة والحمد لله قدرت ان انا اروح 2. ويمكن ريو انا حاولت، بس حاولت متأخر شوية لان كنت بطلت ورجعت العب تاني. بس من اهدافي دلوقتي ان شاء الله طوكيو 2020 وان شاء الله دي تبقى الثالثه. ويعني يمكن بنات كتير طبعا مستغربين ان انا خلاص وصلت ال 30 ومكمله في الرياضه، لكن اي حد بيحب حاجه مش لازم يبطلها عن سن معين، لا المهم ان هو يبقى مبسوط بالحاجه اللي هو بيعملها ويحاول ويصر على اي هدف هو نفسه يعمله حتى لو ما تحققش، بس يجتهد فيه ولكل مجتهد النصيب. فكرة بقى ان انا بنت وان انا عندي اهداف في حياتي وان المجتمع نظرته برضو لينا مهما كنا متقدمين، بالمناسبة برضو يعني مش هنضحك على بعض، في عنصرية، في نظرة للفتاة بشكل معين، مش هي اللي تسافر كتير، مش هي اللي تروح لبطولات. ازاي كنتوا بتقدروا تتغلبوا على ده؟ والله انا يمكن انا اللي بيشجعوني في حياتي كانوا كتير جدا، وده من حسن حظي. يعني يمكن ايام الدراسه كان دكاترتي بيشجعوني، وفي شغلي حاليا انا لولا ان انا العميد عندي وزمايلي وزميلاتي بيشجعوني وبيشيلوا يمكن شغلي وانا وقت ما انا ما كنتش موجوده ما كنتش كملت في رياضتي وسفري وبطولاتي. الناس اللي حوالينا يمكن الناس كلها ممكن تقعد تقول 30 سنه ومش متجوزه وعماله تسافر وتروح وتيجي، لكن اهم حاجه الواحد يكون واثق من نفسه وواثق من الحاجه اللي هو بيعملها ان هو يقدر يؤدي دور ويكون مثل لبنات تانيين كتير. وكل حاجه بتيجي بوقتها، وكل حاجه يعني كل واحده ليها نصيبها. يعني في الدنيا محدش بياخد اقل من نصيبه اللي ربنا كاتبه له ولا اكتر. فالحمد لله يعني انا راضيه بكل حاجه انا حققتها، ونفسي ان انا احقق حاجات اكتر كمان ان شاء الله. ان شاء الله مزيد من النجاح يا هاديه. وايه الرساله بقى اللي ممكن توجهيها لكل اللي بيتابعونا دلوقتي؟ اي حد بالذات يعني بحب لما اتقابل مع نماذج ناجحه وقدرت تتخطى صعاب تكلمنا عن حالات الاحباط اللي كانت بتجيلها وازاي قدرت تتغلب عليها. والله انا دايما اي اخفاق في حياتي بيكون سبب تشجيعي لان انا اعمل حاجه احسن. يعني انا زمان مثلا مره انا فضلت فتره اول جمهوريه، اول لما خسرت وابتديت اجيب ثالث جمهوريه البطوله اللي بعدها كنت اول افريقيا وعملت تاريخ لمصر في اللعبه بتاعتي، ان انا ما كانش في حد من العرب ولا من مصريين جاب قبل كده اول افريقيا. فأهم حاجة إن الواحد لما بيقع في حاجة يتعلم منها ويكون ده درس ليه إن هو يحقق حاجة أحسن من اللي حققها قبل كده. يعني دي رسالة أعتقد إنها واضحة ومهمة جدا، وياريت كلنا يعني فعلا نهتم بيها، كل اللي بيتابعونا يسمعوها ويهتموا بيها. أنا بشكرك يا هادية شكرا جزيلا على الحوار ده، فعلا حوار كان فيه مجموعة من النقاط كده المهمة الجديرة بالدراسة والاحترام. ربنا يخليكي، ميرسي. مشاهدينا الكرام مكملين معاكم في حلقة جديدة من جيل المستقبل، خليكم معانا بعد الفاصل تكمل حواراتنا. نموذج متميز ورائع أيضا هنتعرف عليه في هذه الحلقة من جيل المستقبل، مروان العمري. مروان قدر أنه يحقق الكثير من النجاحات والبطولات في مجال السباحة، تعالوا نتعرف على هذه النجاحات. أهلا بك يا مروان معانا في جيل المستقبل. أهلا، ازي حضرتك؟ بيك مروان بقى تحكي لنا انت يعني حققت بطولات كتيرة جدا ورفعت اسم مصر في اكتر من محفل دولي، نتعرف على البطولات دي. انا يعني مروان العمراوي من نادي منتخب مصر من نادي سبورتنج من اسكندرية. شاركت في كذا بطولة مسافات قصيرة، بطولة عربية، بطولة افريقية، بحر متوسط، من بطولات الناشئين
وطلعت منها البطولات اللي هي السن اللي هم الكبار العمومي. شاركت في بطولات برضه عربيه وبطولات افريقيه في البطولات في المسافات القصيره ومسافات طويله. اكبر حاجه كانت طبعا اولمبياد 2016 ريو 2016، شاركت في 10 كيلو وشاركت في كذا بطوله عالم. شاركت في بطولتين عالم ناشئين وبعدين بطولتين عالم كبار مسافات قصيره برضو مسافات طويله. شاركت في 5 كيلو، الرانك بتاعي العاشر على العالم في 5 كيلو، في ال 10 كيلو 17 على العالم. يعني دي كده اتكلم في العاشر على العالم و17 على العالم، ده رانك برضو يعني ما شاء الله ترتيب هايل يعني. يعني بالنسبه للسباحه الطويله احنا طبعا كنا متميزين قوي واحنا زمان، يعني ايام ابو هيف والناس طبعا الكبيره دي بالنسبه لي بطلنا الكبار طبعا. طبعا يعني حاجه كانت تشرف. وبعدين حصل كده زي السباحه الطويله ما كانش فيها اهتمام او حاجه، يعني ما كناش مركزين فيها وبنحاول يعني نرجع تاني. الحمد لله طبعا الرانك ده يعتبر من الرانكات كويسه يعني في السباحه الطويله، وان شاء الله هدف يعني ادخل بقى من يعني من اول ثلاثه يعني في الاولمبياد اللي جايه، او يعني نحسن الرانك بتاعي على قد ما اقدر. الموضوع عندنا بيحتاج اصلا بنعوم ساعتين، يعني المسافات الطويله دي بتبقى ساعتين، ساعتين عوم متواصل، عوم متواصل ساعتين، ده بالنسبه ل 10 كيلو. ال 5 كيلو بتبقى عايزه ساعه مثلا، فانت محتاج خبره وسباقات احتكاك كتير جدا. تنزل سباق مثلا كل اسبوعين ثلاثه بتبقى عندك فرصه ان انت يبقى عندك خبره اكتر وتقدر تشارك مع ابطال تانيين تعرف خبراتهم في السباق وكده، فدي ما بتبقاش بسهوله قوي. بس نقدر يعني نكتسب خبره على قد ما نقدر. يعني احكي لي عن دراستك بقى، انت بتدرس في ايه ولا خلصت، وايه مجالات اهتماماتك التانية غير الرياضه يعني؟ انا خريج كليه صيدله جامعه اسكندريه، قسم كلينيكال، خريج السنه دي. طبعا يعني كانت صعبه قوي ان انا ابقى يعني في نفس الوقت كليه صيدله ومع كليه عمليه ومحتاجه دراسه ومذاكره جامد جدا مع التمرين. طبعا هي الحقيقه كلها حفظ يعني، فالموضوع كان كله صعب. انا تمرين السباحه بالذات الطويله بيبقى عايز تحمل عالي، وبتمرن الصبح الفجر الساعه 5:30 الصبح، بعدين اطلع على الكليه، وبعدين بعدها بطلع تاني على التمرين بعد الدور، وبعدين بطلع على جيم او فيتنس. طبعا بيبقى الروتين صعب قوي ومحتاج تركيز مع الدراسه، وبعدين مطالب ان انا بالليل اذاكر، يعني حاجه بتبقى صعبه، حياه قاسيه جدا يعني. هو الحياه بتبقى صعب، بس هي الرياضه علمتني ان انا اقدر ازاي اقسم وقتي، ويعني اقدر اقسم وقتي صح واقدر استفاد بيه على قد ما اقدر. وقت التمرين يبقى تمرين، بركز في التمرين، بحاول افصل على قد ما اقدر. وقت الدراسه بنسى بقى ان انا سباح واذاكر ان انا كني طالب كليه صيدله عادي. مروان كنت بتعرف تفصل كويس يعني؟ ما جاش وقت حسيت باحباط، لا انا مش قادر، او حاجه منهم كانت اعلى من حاجه تانية؟ اكيد طبعا ده بيحصل لاي حد يعني في مجال الرياضه وصل في الحته البروفيشنال دي. بيبقى هو انت بتجي لك مثلا حاجات اخفاقات كتير طول السيزون بتاعك، انت مستواك نزل عشان كنت مركز في امتحانات، او عندك مثلا فتره امتحانات بتاعت الفاينل او حتى الميد ترم او حاجه زي كده، انت لازم مطالب ان انت تذاكر كويس، ده مستقبلك يعني في الاول وفي الاخر. بس ممكن تاثر على السباحه شويه، بس لازم بعدها انت تقوم وتفوق نفسك تاني ان انا مثلا لا انا عايز ارجع لمستوى تاني، انا وصلت الحاجه لازم احافظ عليها على قد ما اقدر. يعني حجم المنافسه بينك وبين نظرائك واقرانك، وبالذات بقى لما بتطلعوا بره، بتعرفوا تتعاملوا معاها ازاي؟ هل احنا في مصر مثلا عندنا عوامل، بالذات انك اسكندراني بحر كله، عندنا عوامل مثلا بتدعمك اكتر من ناس تانية بينافسوك من دول تانية؟ طبعا انا في ميزه في مصر ان انا عندي اقدر اعوم في، انا كمان من اسكندريه فاقدر اعوم في البحر بسهوله، دي يمكن ميزه مش كل الناس اللي في مصر يعني تقدر تستفيد بيها. الناس اللي في القاهره كده بتحتاج تتنقل تيجي اسكندريه يوم مرتين في الاسبوع وكده. وبعدين عندي كمان البحر الاحمر في شرم هنا، يعني من احلى الاماكن، يعني انا كني بعمل سنوركلينج وانا بتمرن، يعني هو بجد من احلى
اماكن العمق فيها بيعملوا فيها بطوله الجمهوريه. عندنا اتحاد السباحه بيعمل فيها بطوله الجمهوريه، بتبقى يعني من احلى الاماكن ممكن اعوم فيها، يعني احلى من اولمبيات واحلى من بطولات عالم، بتبقى بجد مكان والتنظيم بتاعه بيبقى حلو جدا. يعني بحب دايما اخد رساله من اي انسان ناجح في مجال معين ممكن يواجهها لشباب من سنك. دايما انا مؤمنه ان اللي بيعرف يخاطب الشخص اللي بيكون مر بنفس ظروفه. شباب مصر بيمروا في منهم كتير بيبقى عنده حاله من الاحباط، مش لاقي شغل، نفسه يحقق احلامه، ممكن يكون مش عارف هو عايز ايه اصلا، يعني مش قادر يحقق هدف معين يمسك فيه. ايه الرساله اللي انت تحب توجهها له؟ هي الحقيقه يعني هي ان انت ما تبقاش عارف انت عايز ايه، دي مش حاجه يعني صعبه، وكل واحد بيتحط في ظروف زي دي. انا ما كنتش عارف ان انا مثلا هبقى سباح، انا كنت بلعب هاندبول اساسا وكنت مركز فيها وكنت كويس فيها، بس السباحه لقيت نفسي بتمرنها عشان ظروف صحيه اساسا، كان عندي مشكله ازمه وكده في صدري، وبعدين تحولت بقيت سباح طويله. فانت توصي ورا هدفك ده يعني حاجه كويسه جدا، يعني انت انا لقيت نفسي بكسب، فمش بكسب ان هو خلاص، لا انا يعني انا كنت بكسب مثلا اول جمهوريه او حاجه زي كده، بس انا ما اتولدتش انا كنت اول جمهوريه، انا كنت 30 على اسكندريه اساسا، وبعدين ابتديت اللي هو اللي بكسب ده يعني احسن مني في ايه، ما انا ممكن لو بالتمرين وتعبت زيه اقدر اوصل ان انا اطلع اول اسكندريه، ده كان هدفي. وبعدين بعد ما طلعت اول اسكندريه لقيت موضوع اوسع بكتير، لان لقيت مثلا لقيت ان انا مستواي في الجمهوريه برضو بعيد، فاضطريت اشتغل عليه. بعدين دلوقتي الحمد لله وصلت ان انا شاركت في اولمبيات واول افريقيا. يعني خطوه خطوه والحلم ممكن يتحقق يعني. اكيد طبعا اي واحد عنده هدف، هي بس فكره ان انت تبقى عندك هدف وطموح وتشتغل له، يعني مش هدي هدف وطموح وعايز ابقى حاجه وما تشتغلوش تفضل قاعد، يعني هي دي مش استحاله توصل، يعني لازم تشتغل له وتتعب ومجهود وتمرين، وايا كان لو في شغل برضو يعني تشتغل كويس واكتر هتوصل. يعني اي واحد بس عنده هدف يركز عليه وبالمجهود والاجتهاد هيوصل له ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا مروان على هذا اللقاء وعلى هذه كمان النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، واعتقد ان هي مسج ممكن او رساله ممكن توصل لكل اللي بيتابعونا دلوقتي في جيل المستقبل. شكرا جزيلا ليك. العفو، انا سعيد جدا الحقيقه. كملين معاكم مشاهدينا الكرام حواراتنا، نلتقي ولكن بعد الفاصل. مكملين معاكم حواراتنا مشاهدينا الكرام في جيل المستقبل. الحقيقة أن للفتيات نصيب كبير في حلقة اليوم. الفتاة المصرية متعرفش المستحيل، دخلت مجالات متعددة وقدرت تحقق نجاحات كبيرة فيها. شريفة أشرف نموذج لهذه الفتاة المصرية المتميزة، هنعرف هي تميزت في إيه من خلال هذا الحوار. أهلا بك يا شريفة معنا. أهلا بك، ميرسي. شريفة انت بطلة العالم في الشراع، بطلة مصر في الشراع مظبوط؟ بطلة مصر وبطلة العرب في رياضة الشراع. احكي لنا بقى اكتر. رياضة الشراع هي رياضة مائية بتعتمد على الهواء. الفكرة كلها ان احنا بيبقى عندنا نفس المركب بنطلع سباق، ولازم بيبقى عندنا كورس في المية، ولازم نلحق اللي يلحق يعمل فينش قبل الثاني الاول، فتعتمد اكتر على الهواء والمية والتيار وكده يعني. ثبات طبعا الانفعالي والقدرة على إدارة الموضوع واتخاذ القرار سريع، يعني أعتقد في تفاصيل كده أثرت فيها ممارسة رياضة الشراع في شخصيتك. أثرت عليا كتير، إنه بقدر أتأقلم بسرعة، بقدر أخد قرارات، بقدر أبقى بفكر تحت ضغط، بقدر مخي يبقى شغال في السباق وشغال في ضبط المركب بتاعتي، لأن دي حاجة تتغير، تغييرات الهواء المفاجأة السريعة مش حاجه ثابته، الهواء مش دايما بيبقى حاجه ثابته، فحاجه بتخليني ابقى في مفاجاه كبيره قوي. وتغييرات بتحصل كتير في الهواء، فلازم فعلا تاخدي قراراتك بسرعه. ده اثر عليكي في حياتك الشخصيه؟ يعني قولي لي مثلا على حاجات في حياتك الدراسيه وفي العمليه في قراراتك الشخصيه والخاصه. يعني ممكن اقول لك على الشغل، انا اتخرجت بقالي سنه وكنت اشتغل في شركه كبيره قوي بتاعه دعايه واعلان، هي كانت رقم واحد في مصر، وما كنتش عارفة أوفق بين الرياضة عشان عندي أهداف وبين الشغل، وقررت أن أنا لازم أخد قرار أن أنا أسيب الشغل ده. كان قرار في حياتي بالنسبة لأهلي، كان صعب بالنسبة لهم أن أنا أخد قرار اتجاه الرياضة. بيبقى حاجات قرارات عموما في الحياة، يعني بعرف أخد قرار، ببقى
قادرة أعمله على طول في ساعتها. ده بيفرق قوي يعني، الرياضة بتفرق عموما. نرجع للرياضة، اختيارك للرياضة من البداية وبدأت تلعبي من إمتى وإيه البطولات بقى اللي انت حققتي؟ حققت 5 بطولات جمهورية أول بنات، وحققت بطولة عرب مركز تاني في البحرين في 2010 أو 11، ووصلت ان انا دلوقتي بلعب على مركب، انا البنت الوحيده اللي في مصر اللي بلعب عليها، بلعب مع ولاد، فريقي كله ولاد فيها، بس عشان عاوزه اتاهل ان شاء الله لطوكيو 2020، ف واخده اتجاه مختلف شويه، مش موجود عندنا في مصر، فبواجه صعوبه ان انا بضطر انافس قدام ولاد، فقوتهم البدنيه بتبقى مختلفه عني كتير. ده كنت هسألك فيه، يعني الصعوبة مش بس في فرق القوى البدنية، في ثقافة المجتمع نفسه، في نظرتهم هم ليكي، هل متقبلين كل حاجة؟ يعني كل شكلك فيه مشاكل كتيرة، احكي. لا خالص مفيش مشاكل، بس هو فكرة ان احنا عندنا هنا الثقافة في مصر اللي هو ساعات لما بنت تكسب ولد بيبقى بالنسبة له موضوع يعني بينقح عليه، بس غير كده لا، هم بصراحة فريق جميل، وانا عندي مدرب بتاعي سعيد، كابتن سعيد حسب الله مدرب المنتخب، بيشجعني جامد وعندي سبورت، يعني بيجي لي سبورت جامد. هل انت قلت لي موضوع الشغل لما جه تعرض مع الرياضه فضلتي الرياضه، ده لان الرياضه انت ناويه تكملي فيها ككارير، يعني مجال ممكن يكون هو مجال عملك حتى بعد كده، ولا لا لانك حبك ليها مخليك مش شايفه اي حاجه تانية غيرها؟ لا حبي ليها مش مخليني شايفه اي حاجه تانية، يعني سبت كل حياتي عشان اتاهل للاولمبياد ان شاء الله، ف سبت كل حاجه، سبت شغلي، سبت الدراسه اللي انا درستها، سبت كل حاجه. ما اظنش ان الرياضه اللي انا بلعبها ممكن تخليني ابقى ليا مجال ان انا اشتغل فيها قدام، لان هي رياضه مش معروفه، نادره، بس غير كده انا سبتها عشان عايز اروح الاولمبياد. انت بقى من البايونيرز اللي ممكن يدربوا بنات للرياضه دي. يا رب يا رب، يعني اي هوب ان شاء الله، يعني اتمنى جدا انه يكون ده خطوه اقدر اعملها. يعني احب الخطوات القادمه غير انك تتاهلي للمونديال، يمكن احنا يعني في لقاءاتنا مع مجموعه من النماذج الناجحه والمتميزه على هامش منتدى شباب العالم، واحنا موجودين اثناء المنتدى كنا حريصين ان احنا نقدم النماذج الناجحه والمتميزه دي لمشاهدينا في جيل المستقبل على شنين الاخبار، لكن بالتاكيد في مجموعه من الاهداف، يعني مش مجرد ان احنا بنحكي عن نجاحات انتوا عملتوها، لا كمان انتوا عندكم بيبقى استراتيجي لقدام، بتفكروا في حاجات تانية قدام. والله انا نفسي الرياضه عموما تبقى بتنمو في مصر بشكل اكتر بكتير قوي، لان هي الرياضه بتفرق قوي في شخصيه الناس وفي حياتهم وفي طريقتهم للتفكير لقدام واخلاقهم، فعلا بيفرق جدا لو الناس ركزت ان هو يبقى في خطوه لقدام، وان الشباب تبدا يهتموا بمراكز الشباب والالعاب الفرديه اللي احنا بنحقق فيها، دي حاجه هتفرق قوي. انا مبسوطه هنا ان في منتدى الشباب هم اهتموا ان هم يجيبونا عشان نتكلم ونبدا نتعرف على ناس مختلفه ونبدا نبقى بنوصل لبعض حاجات، ممكن يكون انا ما اعرفش الشخص ده بيعمل ايه فيبدا يديني فكره فابدا اتجه ليها، ممكن انا اشجعه ان هو يبدا يلعب رياضه، مش شرط شراع بس عموما اي رياضه تانية، فدي حاجه هنا في تبادل ثقافات معارف. في حاجات فاجئتك اثناء مشاركتك في المنتدى بقى تحكي لنا عليها؟ يعني اتفاجئتي مثلا بحاجات معينه حاصله او في ناس اتفاجئوا بيكي؟ لا انا اتفاجئت ان هم عازمين عدد رهيب من الناس كده في مجالات مختلفه، وانا حاسه ان هو دي حاجه مبسوطه ان احنا هنا بنعملها قوي. انا سمعت ان في اسبانيا بدات تقلدنا في الموضوع ده، فانا دي كانت حاجه مبهره قوي بالنسبه لي، التنظيم، المكان هنا، القاعات، كل حاجه بالنسبه لي بصراحه كانت مبهره، يعني ما كنتش انا متخيله، انا اول مره اشارك انا ما كنتش متخيله ان هو هيبقى بالتنظيم والمستوى ده، المستوى العالي. بالنسبه لنماذج الشباب، يعني انا شايفه واحنا بنرتب الحلقه دي معاكم انتوا اتسحبتوا على بعض بسرعه، انتوا مجموعه رياضيين كلكم ابطال مصر في اكتر من رياضه متنوعه، اغلبكم اول مره تتقابلوا، رغم كده قدرتوا ان انتوا تكونوا صداقات في وقت قصير. يعني هقول لك على حاجه، احنا عموما بنتقابل في بطولات بره، يعني بطوله البحر المتوسط، بطوله افريقيا، بيطلعونا كل اللاعبات مع بعض في نفس الوقت، فمعظمنا عارفين بعض، بس انا بصراحه اتعرفت على ناس كتيره قوي في المجال الرياضه، زي الناس اللي بيروحوا البارا اولمبيك جيمز، انا ما بنختلطش في نفس البطولات مع بعض، بنتقابل يمكن انا لسه ما رحتش اولمبياد بس اكيد بيتقابلوا، بس في نعرف بعض، وتعرفت على ناس كتيره قوي، وبنلاقي يعني بنلاقي حاجات نقعد نتكلم عليها،
مشتركه كتير جدا، حتى لو ما بيلعبش رياضه بنلاقي حاجه مشتركه. ان يعني هنا في دلوقتي شغال ورك شوب عن الديسابيليتيز للناس، فانا دخلت اتكلمت لقيت ناس رياضيه اتكلم معاها كين من متحدي الاعاقه او من ذوي القدرات الخاصه. مظبوط، لقيت حاجات اتكلم، اول ما اعرفش اي حد دخلت قعدت وسط ناس لقيت 3-4 اتكلم معاهم اول 10 دقائق في حاجات مختلفه. انا مبسوطه قوي انه يعني الناس هنا مهتميه قوي، وان رئيس مهتم ووزير الشباب والرياضه والثقافه وكل الناس دول مهتمين ان هم يخلوا الشباب دي تتجمع في مكان واحد. يعني دي حاجه. الرساله اللي انت عايزه توجهيها للشباب، انا دايما احنا بنهدف من خلال البرنامج من خلال حواراتي مع اي نموذج ناجح ان يوجه رساله لاي حد ممكن يكون محبط، ممكن يكون بيقابل صعوبات في حياته، ممكن يكون ما عندوش امل ان حياته ممكن تختلف او تتغير. يعني احب اقول لهم انه كلنا بيجي لنا احباط، كلنا بنبقى حاسين ان احنا في وقت مش هنكمل، كلنا بنبقى حاسين في وقت لو ايه اللي انا بعمله ده مش انا اللي هغير الحاجه اللي انا عاوز اعملها. بس الاصرار هو اللي بيوصل، مفيش حاجه اكتر من الاصرار، مفيش حاجه اكتر من ان الواحد يصدق في نفسه، مفيش حاجه اكتر من انه لو كان ما كانتش الحاجه دي صعبه ما كان اي حد هيعملها. فافضل خليك مكمل، يعني اكيد انت حتى لو على طريق غلط افضل قاوح هتوصل للي انت عاوزه اكيد، يعني مفيش كلام. يعني روح الايجابيه دي جدا يا شريف، انا بشكرك طبعا. ولازم بقى نتكلم عن رياضه الشراع دي، انا ممكن العب رياضه الشراع؟ اول واحده متدربه عندي على طول تكسبيني بعد كده. انا بشكرك يا شريفه، شكرا جزيلا لتشريفك لينا في جيل المستقبل. بشكركم مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا ان احنا نقدم لكم مجموعه متنوعه مع نماذج وابطال متميزه من مصر كانت موجوده على هامش منتدى فعاليات شباب العالم في شرم الشيخ. بشكر لكم المتابعه، دمتم في امان الله.